السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز عبدي، كديرين بخير لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم صحة جيدة وأحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناة. الله يحفظكم والله يضمنكم والله يسر أموركم كاملين بدون استثناء. والعبدي راه ما كاين غير دقتم، كاين على الجديد، ما كاين على المناسبات، أفين ما مشيت نديكم معايا. مرحبا بكم، اليوم عندنا ان شاء الله واحد المناسبه فيها عجله وشي 120 طير ديال الدجاج. وبما انني غادي طرقت خويا عثمان سي عثمان صديقنا من قديم الزمان من ايام الشباب وايام الطفوله. تحيه سي عثمان. سي عثمان صاحب قناه عثمان جي اس اس وصاحب محل لهادشي خاص بالتليفونات وهادشي الانترنت. القناة ديالته كتوضح بعض الامور وكتوعي. يعني انتم غادي نقول لكم اشرح لهم الثمن الحقيقي في الشركه، تعرفوا التليفون شحال تيدير، شحال نشدوا حنا من المحلات بالجمله باش ما نصبوش لكم في الثمن وصافي. سعيد راه عارف اللي كاين، انت وانت عارف التليفونات نعطوا الثمن بالجمله. عارف اللي كاين، الله يحفظك الله يبارك فيك، باش ما نصبش لكم في الثمن وصافي. الحمد لله ماشي مشكل، الله ييسر لك الامور والله الا استفدنا منك بالله. الحمد لله انا شخصيا ما كنعرفش بحال هاد الامور وهاد الارقام اللي كتقول انت وهاد الانواع اللي كتقول انت ما كنعرفهمش. كنعرف التليفون مثلا الاسم ديالو كذا باش غادي ندوي ولا غادي نصور ولا غادي ندير شي فيديو ولا شي حاجه. هذا هو اللي كاين. اليوم جيت ان شاء الله باش هذا هو. ما تحضرش هذا. خديت من عنده واحد التليفون لواحد الاخت ديالي، تحيه لها من مدينه انفي. هذا ريدمي نوت 11، هذا تيدا في الجمله 2020 درهم بالجمله 2020 درهم. كاين الناس اللي خداو ب 2400 درهم باش تكونوا عارفين، هذا تيدا 2020 درهم. هادشي اللي كاين تنوعيو الناس وصافي باش يعرفوا مال المحل التجاري حتى ياخذوا بالجمله بالضبط باش ما يتصرفش لكم في الثمن، باش تاخذوا ثمن مناسب ان شاء الله. الله يحفظك الله يجازيك ربي يخليك. الله عليه ربي يخليك. الحمد لله كل شيء تذكروا بالخير. الحمد لله الحمد لله بوجهكم ان شاء الله. الله يحفظك اخويا عثمان وتشرفت بك حتى انا وبصحبتك. حنا خوت الحمد لله قبل البيع والشراء قبل كل شيء. الحمد لله حتى الله يجازيك بخير وبارك الله فيك. هادشي اللي كنقول كنلقاو منك غير التقدير والاحترام. اي حاجه وقفنا عليها واي غرض راك كتقضي معنا بدون مجامله. الحمد لله نعم الصديق ونعم المتابعين. الله يحفظك. وكنتمنى الاخوان والاخوات اللي عندي في القناه وبغى يستافدوا من هذه المساله ديال انهم يعرفوا التليفونات اشنو من الماركات اللي دخلوا جداد والبعد الاثمنه يدخلوا عند سي عثمان القناه ديالو. ان شاء الله راه غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. ونتمنى هاتنا الاعجابكم وتشجيعكم ومرحبا بكم. ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله حنا دابا في الطريق ديال طريق اسفي باش غادي نمشيو ان شاء الله لدوار العزابه باش غادي نخدموا هذه المناسبه ديالتنا. وتابعونا ان شاء الله حتى نوصلوا لدار العمل. ومرحبا بخوتنا المغاربه فين ما كنتوا. شكرا على الكلمه الطيبه وعلى التتبع الدائم ديالكم على القناه. والله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر اموركم والله يجعل مولانا ويرحمنا برحمته وما يحافيناش ويعطينا شي شبعه ديال الكلمه اللي تروى هذه الارض اللي شوفوا سبحان الله العظيم. ها انتم ارض قاحله. الحمد لله والشكر لله على كل حال. حنا دابا ان شاء الله هنا باش غادي ندخلوا للدوار. شي شبعه ديال الشتا زرعت مات مسكين ما كاينش المطر بير ما عندناش في هذه المنطقه لا حول الله. أنا سبحان الله العظيم هانتوما البهيمات سارحين ولكن الحمد لله والشكر لله. كيف ما كتشاهدوا الطوموبيل الزرع هنايا هانتوما كرم. الله يرحمنا. كنتمنى الله سبحانه وتعالى أنه ما يحافيناش على الأفعال ديالنا وعلى الأعمال ديالنا ويرحمنا
ويعاود يرحمنا ويعاود يرحمنا ونطلبوه يرحمنا يا ربي من اجل هاد المواشي على الاقل، لان الحياه هنا سبحان الله العظيم الماء ما كاينش كيف ما كتشاهدوا، الصب ما كاينش، المخطط الاخضر اللي كنا كنسمعوا عليه ما كاينش، كنشوفوا غير المخطط الاسود هو اللي ولينا كنعيشوه، والغلاء والحياه لا حول الله. الدرويش سبحان الله العظيم ما بقاش عنده حق، انه ما بقاش عنده حق في العيش الكريم، الدرويش ما بقاش عنده الحق في العيش الكريم. والله عنده مزرعة، الفلاح مضرور مضرور، واحد لا من لا لا من منادي ينادي. احنا قربنا للدوار ان شاء الله، الدار هي هذه كانت مع الاتجاه ديالي، ونتمنى هذه المناسبه او هذه الصدقه تدوز على خير وبخير وتدوز امورنا مزيان. تحيه الخوت المغاربه في المكتوب، وقبلوا علينا وعلى اجواءنا وعلى عاداتنا. معايا الفنان وبنت خويتي وتوريا بنت الحمري، خبيز سيدي بن عباس ولا ياكل في القياس، وهذا هو اللي كاين. ومعنا السي عبد السلام حتى هو يا الشيفور ديالنا، فين ما مشينا بعدا كيدينا كينفعنا، كنقل بينا من منطقه لمنطقه. حنا تقريبا هنا كنضربوا العديد من الكيلومترات، كنفوتوا 30 كيلومتر 40 50 60 كيلومتر باش نمشيو لواحد البلاصه وعاد باش نرجعوا ليها في نصاصات الليل، جوج ثلاثة الصباح خصنا عاد ندخلوا لديورنا. الله معانا ومعاكم ومع جميع العباد، والله يرحمنا بشي شبعه ديال الدلمه الاولى والاخرى، والله يرحمنا بشي شبعه ديال الدلمه، الله يغفر لينا على اللي فات وعلى اللي في باقي وعلى اللي ماجي ان شاء الله، الله يغفر لينا. تحية لخوتنا المغاربه في مكتوب جميع بقاع العالم، مرحبا بكم والف مرحبا. دار العمل هي هذه كيف ما كتشاهدوا، الخزين واقفين، وتابعونا ان شاء الله حتى نوصلوا تندخلوا تنكملوا الخدمه ديالتنا على خير وبخير. هنا كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله انتم الماتريال احنا غسلناه، بلاصه الخدمه هي هذه، الفرينات انتم فين ستفتهم، البرامل ديال ما جابوهم لنا الدراري في الدوار راكم عارفين، الخنشات ديال الفاخر، الفرينات جوج ربعه سته الفرينات عندي. باش خويتي ها هي سيره كتعمر ليا في البرماد باش نديروها تسخن. هنا بلاصه تغسيل المواعن كنديروا السداري من التحت ولا بنوات ولا صنادق اللي لقيتو، واحد الغسيل وواحد التشلال. هنا هانتوما بيت فين غادي نديروا سميتو الفورموات كيف ما كتشاهدوا، البيت هو فيه الشرجم، باكم العبدي ها نضربوا حوايجو، ها طابليتي فاش كنخدم، ها هي تريكويا فاش غادي نخدم، هما هادو يوباكم العبدي انتم مونطوه عام شتت هو وصباع بطوه حوايجو تنجمعهم ان شاء الله في الصاك، وها انتم معايا ان شاء الله حتى نكملوا. هنا بالنسبه عندي كيلو ديال الحامض مرقد، كيلو ديال الحامض في 120 طير ديال الدجاج، ما غاديش نخدم بتاتا بالحامض مرقد لانه فيه الملح والدجاج مغسول بالملح، واصلا الدجاج باش نوضح لكم واحد المساله، الدجاج راه كياكل جوانو، جوانو هو السيكالي من نوع من الاعلاف خاصه بالدجاج، هذاك الجوانو كيخلطوا معاه الشركات الكبار، وسولوا على هذه المعلومه، كيخلطوا معاه واحد النوع من الملح يعني كنستعملوه احنا كفلاحه كنستعملوه في السماد ديال الارض، كنقول لها الملح ديال 46 كتكون مالحه باش كتعاون البهيم في السمنه، لا بالنسبه للدواجن او بالنسبه للابقار او الاغنام، فلهذا دائما تفاداو الله يرضي عليكم الملح في الغسيل وفي الطياب. السبيسه عندي 30 درهم ديال السبيسه غنخدم بها 120 ديال الدجاج، عندي رابعه ديال البزار، وعندي رابعه ديال سميتو الخرقوم بلدي، وعندي النص ديال الرابعه ديال الابزار، قل من نص تقريبا نص رابعه غادي نخدموا بها، نحيدوا منها واحد العاشقه نقصوها. هنا بالنسبه للثومه عندي فوق رابعه يعني نص كيلو لا روب، نص كيلو لا روب كنقولوا حنا غير ربع، فوت الرابعه واحد شويه. الزعفران شعره كيف ما كتشاهدوا. بالنسبه للمعدنوس دائما يكون غالب على القزبر، ديما المعدنوس كيبغي الدجاج، اللحم كيبغي القزبر، صافي هادشي اللي كاين، وحنا ضروري ما غنعاونوا بالضامات ديال الزعفران لان عندي كميه كثيره. بالنسبه عندي 4 صاشيات ديال ضامات الزعفران كيف ما كتشاهدوا، وعندي الخرقوم ملون الطباخه الكبار، ماشي الطباخه الكبار عفوا، الطباخه ديال المناسبات الكبار
انهم ضروري ما كنستعانوا بالملون الغذائي باش الدجاج كيجي داك التحميره ديالته زوينه، ما يجيش بيض. واخا نتحمروه نديروا ليه الهريسه نديروا ليه التحميره نديروا ما خلو ما نبزروا عليه، ولكن اللون ديالو ما كيجيش بحال داك اللون اللي كنديروا فيه الملون الغذائي. كيف ما كتشاهدوا هنا، كيف ما كتشاهدوا دابا بعد ما شرمنا الدجاج درنا ليه العطريه ها انتم كامل. ها هو هنا كنمر كي قلت لكم دائما بالماء طيب. ها ها هو ها الماء طيب. الدور ديال الماء طيب راه ديما كنقولها لكم. بعد الاخوات اللي دخلوا عندي جداد مرحبا بكم والف مرحبا، على الكومونتيرات زوينين وبغيتوا تتعلموا مرحبا بكم. الماء طيب دائما هانتم تقولوا لي مثلا شحال عطيتي ديال ها باش نكونوا واضحين. شوفوا لاصوص فين واصل الجنيوحات، هنا في هذا الظهر ما كاينش اللحم كاين غير العظم، لان ملي غتبدا تقلب طنجره من هنا ومن هنا كنقولوا حنا كتجالب هاد الظهر دغيا كيطيب ما كاينش طياب. الاساس عندنا هو الفخيضات وجو الصدر. صافي ان شاء الله حتى نكملوا الدجاج ديالنا ان شاء الله في طياب، وتابعونا ان شاء الله مرحبا بكم. هنا بالنسبه للفاخر الفرينات السته حنا دائما راه وريناكم الطريقه كيفاش كنديروا ليها الكاغط والزيت باش كتزند الفرينه ها انتم صافي ها، والبرد راه بالطبيعه راه دغيا كيصوت فيها كتزند ها انتم كيف ما كتشاهدوا مع البرد بلا مجمر بلا رابوز بلا حتى شي حاجه غير الزيت والكاغط والبرد، ما قال لا دخان يضربنا لا والو. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا هما الفرينات بعد ما زندوا الطنجره اللي غلات ها انتم هنا دابا بعد ما غلاو الطناجر غادي ندير فيهم واحد شويه ديال السمن حار هو الاول هانتوما غادي ندير فيهم السمن حار، راه باقي ما درتش السمن لان السمن تا هو راه كيمنع الجلد. شوفوا الدجاج هانتوما راه ما مربوط ما حتى شي حاجه كيف ديما. الفاخر ها هو يا راه زند الفرينات وقول لي بصحتك العاب دي راني شريت فرينه نهار الجمعه وصيت على واحدين اخرين. ها انتم اللون ديالهم كيفاش كيكون، هذه راه اصباغه ملي كيتحرقوا كيولوا بحال هكايا، هذا غير الجفنه الدور ديال القاع ديال البرميل ديال 200 ديال 200 يطرو، هادو البرميل ديال 200 يطرو ماشي ما كناخذش من الفوق اللي فيه البوشونات، هذوك دغيا كيتفرعوا من التحت كيطيحوا مع العافيه كطيح دوك البوشونات كتولي لكم سميتو الفرينه عندها القاع يعني طيح لكم الرميض. بالنسبه لي انا كان ديما كناخذ القاع ديال البرميل ها هو كيتحسك وكنصوبوا فرينات بحال هكا بهذا الشكل وفرينه ساهله ماهله هانتوما. هنا كيف ما كتشاهدوا باكم العبدي معاه لالة توريا بنت الحمري صايمه الاجر، الله يجعل ربي يتقبل لنا وليها ولجميع المسلمين. واليوم ان شاء الله باش غادي نوجدوا لها الفطور ديالها. بالنسبه للمالين الدار الله يخلف عليهم راه غيديروا لها واقيلا شويه الحسوه وغنعمروا لها شي بريري ديالها تاي وغادي نضرب لها واحد الطاجين ديال الطين ها انتم كيف ما كتشاهدوا غادي ندير لها الكفته. انا قطعت الحيمات دابا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا غادي نطحنهم. اعطيني الموس الاخر بنت خويتي ديال الكفته غادي نطحن غنطحن لها الكفته بالحادقه، راه عندها تعدد الاستعمالات، هذا الموس كيدير البصله ويطحن الربيع ويطحن كاوكاو، وبالنسبه للموس ديال هذا عنده ربعه، بالنسبه للموس ديال جوج راه يعني كنخدموا به سميتو كنخدموا به الكفته، وتابعونا ان شاء الله حتى نطحنوها. هنا كيف ما كتشاهدوا بوطو العبد ها انتم لا تقولوا راه كاين ها ها انتم ها الكفته مازال غادي نزيدها شويه كنطحن معها واحد شويه ديال الشحمه ديال الكلوه باش تطلق لها شويه ليدان، راكم كتعرفوا ضروري من الطويجنات كيبغوا شويه ليدان، نقصوا من الزيت ولكن الشحيمه هي ضروريه. ها انتم الموس ديالها هو هذا. بالنسبه للناس اللي مثلا عندهم اللحم بزايد او بغاو يطحنوا على يديهم كفته ريجيم ولا كفته المهم بشويه سميتو ولا لادان الكفته ديال الحوت صدر ديال الدجاج راه هي هذه. المهم ها انتم باش غادي نحاول نرجعها هنا باكم العبدي حتى حاجه ما تضيع معاه ان شاء الله ها انتم كلشي
ها هي هنا باش غادي ندير لها، غندير لها شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، شويه الكمون، وغادي ندير واحد شويه البصله في الطاجين، وغنطيب لها. بنت حمري بغيتيها بالبصله ولا بغيتيها بمطيشه؟ بصله ومطيشه. بالبصله صافي على اختيارها هي. يا انا كتعجبني البصله مطيشه كتحمض كتحمض. المهم انا غادي نديرها لها غير بالبصله مشلضه، وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا الوصفه ديالتنا. ومرحبا بكم. الملح، الكمون، شويه التحميره، شويه البزار، شويه الخرقوم بلدي، واحد شويه ديال السكنجبير ما نكثروش فيها باش تجي في هذيك البنه ديال الكمون زوينه. هنا كيف ما كتشاهدوا انا درت البصله ودرت شويه القزبر والمعدنوس. لا هانت الله يحفظكم الحاجه، ربي يخليك ويطول عمرك، الله يلاقينا معكم ديما في ساعه الخير ان شاء الله. وباكم العبدي هانتوما كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله. هنا باش غادي نزيدها كي قلت لكم العطريه، واحد شويه ديال زيت الزيتون فاش نشحر هاد البصله وندير لي قمل هاد الكفته، وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا الطاجين ديالنا. هنا كيف ما كتشاهدوا درت شويه البزار، شويه الكمون، شويه الفلفله حمراء اللي درت في الطاجين، درته في سميتو، درته في الكفته. هنا باكم العبدي باش غادي نضيف واحد، قبلوا عليا راني خدامه عند الناس، راه ماشي في كوزينتي. المهم انا غندير واحد تقريبا واحد اربع كاس ديال زيت الزيتون، غندير بحساب راه كاينه الشحمه كتطلق لي دام تاهي. صافي هنا ان شاء الله باش غادي نشحر هاد البصله ونخلط هاد الكفيته بيديه بحال هكايا. بسم الله عبيديه، انتم اللي بغى فيكم يدير اللي قات يديرهم راه ماشي مشكل. انا غير بلدي طبيعي، داكشي اللي كانت كدير امي بكري وجدايا ومرت با الله يرحمها حتى انا كنديرو، لان البنه في اليدين. وباش نوضح لكم بان نسبه البكتيريا في دوك لي غواندو، راه الابحاث عطات بان لي غواندو فيهم البكتيريا والميكروبات اكثر من اليدين، لان يدينا كنغسلوهم. راه ما كاينش شي مراه ولا راجل كيبغي يدخل الكوزينه ياك الحاجه الله يعطيها صرا ما عرفتها لا. دابا حيت كنلقى مثلا شي خدمه اليد، دابا كنلقى انتم راكم متبعيني في اليوتيوب وعارفين اش كاين وشايفيني خدام قدامكم مباشره، الله يعطيكم صحتكم. دابا كيقول لي مثلا عزيز دير لي غواندو، واش بكري كانوا شي لي غواندو؟ واش حنا ولينا نصارى؟ الكسكسو بلي غواندو، الحلوى بلي غواندو، كلشي. وانا خدام على طبيعتي، خدام خدمه بلديه. الله يعطيك صحتك الحاج، الله ربي يخليك. طبيعي مطلوق، والله يخلينا صباغتنا، الله يخلينا صباغتنا. المهم راه كلشي الاذواق كتختلف، كي قلت لكم الاذواق والطبيعه راه كتختلف من عند واحد لواحد. انا كنوريكم مثلا غادي نخدم مثلا بيديا، انتم ديروا لي غواندو، انا غنخدم بحوايجي عاديين ديال الخدمه، انتم خدموا مثلا بالتوني ديال الكوزينه، راه ماشي مشكل عندي، هذا هو اللي كاين. المهم هو نوصلوا لكم الوصفه وتجربوها وتطبقوها. ها انتم شوفوا كيفاش كتجي. ها انت صافي كنخمروا هاد اللقامه بحال هكايا مزيان، ومرحبا بكم تابعونا. ويدين باكم العبدي راه ديما في جافيل وفي الاوني وفي الصابون، وديما راه نقي الحمد لله. وقبلوا علينا ورحنا مغاربه بطبعنا وبطبيعتنا وبعفويتنا، رحنا مغاربه ومسلمين قبل كل شيء مسلمين. تحيه لخوتنا العرب فين ما كانوا. هنا دابا ان شاء الله بعد ما طاب لي الدجاج، بعد ما طاب الدجاج وفرغناه يتسقطر ودرناه هانتوما تحت الفرينات ها هو يتحمر. شوفوا شوفوا المسافه راه بعيد من سميتو، وبعيد حتى على الحيط، راه ماشي قريب في الحيط. الصينيات واللاطات ها انتوما شوفوا المسافه. دائما كنقول لكم انه يكون مثلا تكون الفرينه بعيده من الفرينه خاويه من الرماد، غير الجمر مباشره. البصلانه هي رديتها تشحر كيف ما كتشاهدوا. هنا شي طيور بقاو ليا شياطين، هما واحد الربعه عزلتهم كيف ما كتشاهدوا. هنا ان شاء الله الطناجره هانتوما كيف ما كتشاهدوا باش غادي ندير فيهم اللحم. الله يرحمنا العيالات مجمعات ساكن على الشتا، قالت لها غنديروا تغنجه، قلت لها ودي كل ما كنت مسالك انا قلت لكم البقره ياك العيالات، انا نقول لكم البقره.
الحمد لله، الله يرحمنا. هانتوما كيف ما كتشاهدوا اللحم، انا حسبت 10 الطوابل في الطنجره، كل طنجره غتوكل لي 100 ديال الناس، 100 10 طوابل، يعني 10 طباصل ب 10 طوابل، وكل طابله فيها 10 الناس، عندي 100 ديال الناس. هنا ها هي ثلاثه الطناجر، والرابعه ها هي باقا غادي نديرها دابا ان شاء الله. بحال عندي الماكله ديال 400 ديال الناس، و 120 ديال الدجاج. ايوا باكم الطاجين ديال لاله توريه، راه قريب المغرب. تحيه لواحد السيدات هما حدانا من مالين الدار، الله يخلف عليهم الله يخلصهم، هما معاونين معانا تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. هما سالين كيصاوبوا لاله توريه في الكويرات، ونتلاقاو معاهم ان شاء الله في فرح وليداتهم وبنياتهم، والله يخلف عليهم. ايوا هما جابوا لها التميرات وطيبوا لها الحسوه تبارك الله، وصلى على النبي. هانتوما الحسوة تبارك الله، ديال السميد ديال القمح، السميد ديال القمح. لا راني عارف، لا عليك او راه لان شنو حرفتي، هذه السميد ديال القمح، ديال السميد ديال القمح ديال الكسكسو اللي كنديرو في الكسكسو، هي اللي كنطيبوها هي هذه. هانتوما بالبصلة والحليب، الحليب اللي ما عرفتو ديال البقر، ما خفت نكذب ونتقلد ولا شارينو ما عرفتش، المهم راحت كاين الجفاف، البقر راه ساير يموت، راه سنترال، الله يخلف على جودة سنترال وهذيك جبال، الله يخلف عليهم. هنا بالنسبة للحم، هانتوما كيف ما كتشاهدوا، أنا درت 4 طناجر ديال سميتو ديال اللحم، درت فيهم الملح، دائما كتبقى على حسب الذوق، درت ضمط ديال الزعفران، درت سميتو العطرية ديال اللحم، المروزية ديال اللحم، درت سكنجبير، الخرقوم بلدي، البزار، والزبده ضروريه، والعواد ديال القرفه كيف ما كتشاهدوا، والبصله قطعتها غير على هذا الشكل، ودرت المزهر، كنطيب اللحم اليوم بالمزهر. الا درتو المزهر ما يعني والقرفه ما ديروش الثومه ابدا. المهم هانتوما قبطه ديال القزبر والمعدنوس كيف ما كتشاهدوا، ديما كثروا القزبر على المعدنوس، والزبده الدور ديالها دائما كنقول لكم هو الزيت، الزيتون او غير الزبده كافيه مع هاد الشحمه اللي غادي تطلق من هاد اللحم. هانتوما كيف ما كتشاهدوا البهيمه عندنا 100 دم اليوم، يعني سمينا بالشحمه كنقولوا حنا، فيها واخده حقها من اللحم ولكن فيها حتى الشحمه ديالتهم، ربما ديال الدار معلفين عليه اليوم، ما عرفتش والله شارينها ولا معلفينها، ديال الدار، ديال الدار، الناس حدايا كنسول فيهم بعدا، ديال الدار الله يسخرها والله يجعلها في ميزان الحسنات، والله يجعلها صدقة لله، واللي كان شي حاجة الله ينفعو، هادشي اللي كان، اللي كان شي حاجة الله ينفعو، وتحنا الله يجعلها تبعد عليهم البلا والباس، هادشي اللي كاين. هنا كيف ما كتشاهدوا، صافي وكنمرق وكنخلط هاد الإقامة، كيف دائما كنقول لكم بالنسبة لنا حنا الحريفية، يعني بحكم اننا كنكونوا شويه مزروبين وكنحاربوا الوقت، لان العدو الوحيد ديالنا هو الوقت. يعني انا غادي نخوي الماء هنايا وكنشرمل في نفس الطنجره، ما يمكنش لي غادي ندير مثلا الاقامه في واحد الطنجره كثيره، اللحم الاول كامل غيهز لي الاقامه، الاخر ما غتبقاش فيه الاقامه، فلهذا غيجيني اللحم طنجره ماشي بحال طنجره. اللهم عباري في يدي وعيني ميزاني وراني خدام خدمتي، والحمد لله ربي ما عمرو حاشمني مع الناس. هادشي اللي كنتمناو، وتحيه لخوتنا المغاربه فين ما كنتو، ديما الطناجر الفرينات كنزيد فيهم الفاخر باش الاساس ينوضوا لي الطنجره، ديما باش تنوض لي الطنجره. هانتوما باش الطنجره تنوض صافي، واللحم يطيب يتقلب في هاد الاقامه، ياخذ حقه في المراق، ما كيتقلاش غير كيتشحر، هادشي اللي كنقول لكم دائما. وهنا كيف ما كتشاهدوا دابا المدن ان شاء الله هو فطر، دواء انا المدن فطر، مالو كان صايب بحال لاله توريه، الله يتقبل لاله توريه، الله يجعلها في ميزان حسناتك، الله يغفر لنا ولكم بهذه الذنوبه وهذا العواشر وهذا الشهر الكريم. انتم هنا الشفنج ديال العبديات الحرات، المسبيويات، الغرات، تحيه لجميع العيالات ديال العالم كامل، والمخمار، انا راه عندي العيالات كاملين بحال امي بحال اختي بحال بنتي بحال مرتي، كلكم سواسيه، راه ما عنديش فرق فيكم ابدا. وهنايا اللي داير عليه الفيلم هو نعمان، عنعمان ما غنقولوا شي واحد، عنعمان طاجين سميته نعمان. مرحبا بخوتي المغاربه، هذا على الشرف ديال لاله توريه، مرحبا بكم معنا. وهنا لا سوريا كتقول لكم مرحبا بكم كاملين، ياك لا سوريا الله يجعلها في ميزان حسناتك، الله يقبل لك بهذا النهار ان شاء الله مبارك. لا سوريا عاد عيطنا لها قلنا لها تعالي يلا معنا واحد المناسبه.
جات على غفلة، يعني ما كناش معروضين لها، جات مسكينة صايمة، والحمد لله ربي عاوننا وعاونها. الناس تما قاموا بالواجب، جابوا لها الفطور، الله يخلف عليهم والله يثبت لهم العمل ديالهم. وتحيه للجمهور المغربي كامل، وباكم العبدي ها نتوما راه عاملني الهواء طلقه. اه عاملني سيدي ربي، واه سيدي ربي، ولا كان رزق في عندك. عاودوا لهاد الناس اللي متبعينا كان في الارض، طلعوا لهاد الناس اللي متبعينا والجميع المسلمين، والله ينزل الرحمه من عنده، والله يحنن القلوب، والله يجعلها محبه تكون دائما ما بين الخوت والحباب. وهذا الشيء اللي ولينا كنشوفه راه ولا يخلعني انا بعدا، انا قسما بالله لو وليت كنتخلع كنطلب الله يديني في الضوء، ما يعذبني ما نعذب حد، الله يقاد لي البصر مع العمر، كنطلبها من عند سيدي ربي، ما قاد على عذاب لا في الدنيا ولا في الاخره، الله يغفر لينا وليكم ولجميع المسلمين، مرحبا بكم. اي واحد البراد ديالها تاي ها انتم راه بالنعناع والشيبه، ياك اختي درتي فيه الشيبه ولا النعناع؟ الله يخلف عليك، هو بسم الله. كب يا البراد كب في السواني، ها ودق يا المهراز دق الحناني، ها انتم اشنو هي بتخوتي؟ نقب يا الفروج نقب البشاني، هاينا بنت لك كنت مع ماليات بكري بكري، خيتي هاد القوافي عندكم ماليات بكري، ما عرفت من كتجيبوهم. اش قالوا للناس؟ قول اش قالوا للناس تيسمعوك الناس. صافي ودرتيها قالت فنان عنها خلوني ساكته. امي امي ايوا، نتمنوا هذا الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم، وقبلوا علينا وعلى عاداتنا وعلى تقاليدنا. وعاش الملك وعاش الشعب المغربي، هو اللي كاين، راه ما كاين من غيرنا على الكذوب. لا زوين زوين ياك اتاي، والله تا غندوق بسم الله. لا خير هذا، الله يعطيك الصحه والله. لا انت هو ات لا اتاي شاكر راسو انت، والله الا شاكر راسو، الله يخليك. هو عام كشكش وسكتي صحتك الفنان، كل البيضة اخوتي كل الفنان سير تقشر في البيض، الله يخلي لنا توريقي من بزنا. ولا لا توريا كل نهار بقاي صايمة، صافي عاد بقاي تصوم انت. انا غدا. يلا اخوتنا هنا دابا هانتوما كيف ما كتشاهدوا البصلة راه عندي في القناة، كيف كنقول لكم دائما هانتوما درناها اليوم تفاية، طيحناها باش تشرب غير واحد شوية ديال لاصوص باش تعلق مزيان بهاد، راه كتبغي تحرك ما تبقى من لاصوص. هو كنشرف فيه هنايا كيف ما كتشاهد، هنا البرقوق، الزبده، القرفه، الزهر، السكر، الماء اللي خواو صافي كيتغسلوا. هنا صافي اللحم، ها هو الطناجر ديالو كيف ما كتشاهدوا دابا ان شاء الله. الدجاج اللي تحمر هو هذا كيف ما كتشاهدوا، وباكم العبدي كيسخن في الشنج العبدي فوق الغطاء ديال الطنجره مسوحه نقيه. انتم شوفوا كيفاش هنا كيف ما كتشاهدوا، دابا عندنا 22 طابله ان شاء الله باش غادي نحطوها بلاتها الدريات. ها انتوما 22 طابله، انتوما الدجاج مضغمر بلا هريسه بلا حتى شي حاجه، الدغميره الاولى راه الزيتونه بنت الحمري، والشيفون باش نمسحو، ها رجي معاك شي شيفون باش نمسحو بسم الله. هانتوما الزيتون الدجاج بالدغميره كيف ما كتشاهدوا، الدغميره الزمنيه الاولى 22 الفانة اللي عندهم 22، وتابعونا ان شاء الله حتى نحطوا اللحم ونساليو. بالنسبه للدغميره هانتوما كيفاش دايره، هانت شوفوا الدغميره كيفاش دايره، ماشي ديك الدغميره اللي هي طالقه يدامها، شوف ها الإدام ديالها، ولكن مضغمرها الكبده والكانصه، الناس تسيب فاش تغمس، هادشي اللي كاين. ودابا هنا الشكل النهائي ديال
ديال اللحم ديالنا 22 طابله 200 وسميتو 220 جابت 220 ديال الناس. حنا مازال هنا كنكملوا في الحطان. المهم دابا باش نشاركوا معكم ان شاء الله ما يا الدراري غيجيو بدا شي يبداو يهزوا ونكملوا الحطان مع بعضياتنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مع فيديو جديد ان شاء الله في قناه الطبخ مع عزيز عبدي. والله يجعل صدقه مقبوله عند الله لهاد الناس اللي حنا عندهم ولاد السي ميلود ولاد السي بن عيسى ولاد السي مصطفى ولاد السي من الاحفاد ديال القيد السي عيسى بن عمر الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين كاملين دوار العزابه.